الله معكم حضرة الأهل الكرام، وإذا كان في حدكم حدا من التلاميذ، حضرة التلاميذ الأحبة، اليوم أول أيار ونحن صار لنا شهرين بعيد عنكم وعن تلاميذنا، المدرسة فاضية بدونكم. أول أيار عيد العمال ينعاد على الجميع يا رب، إن شاء الله اللي عنده عمل يضل محافظ عليه ويكون عم بيزدهر كل يوم أحلى من يوم رغم كل الضيقة اللي واقعين فيها، واللي فقد عمله ربنا يعطيه النعمة بشفاعة مريم العذراء بأول شهر العذراء إنه تنفتح بوجهنا جميعاً ونرجع لأعمالنا ولحياتنا الكريمة وللازدهار الدايم اللي بنتمناه للجميع. إخوتي وخياتي، ما بده مين يقلنا إنه نحن بأزمة بالبلد، أزمة كتير كتير كبيرة، مش بس بالبلد، بالعالم كله. يعني عم بينحكى انه من الحرب العالميه الاولى، مش الحرب العالميه الثانيه، ما صار اللي عم بيصير على صعيد الكوكب، كوكب الارض اليوم، على كل الاصعده الصحيه الاجتماعيه الاقتصاديه خاصه في مشاكل كبيره، وعنا بالبلد عم بتزيد. يعني انه مش بس الشيء اللي عم بيوقعوا فيه غير بلدان، نحن اصلا من الاساس في عنا مشاكل وزادت كل يوم اكثر من يوم. الشيء اللي بيتغير عنا هو انه نحن اولاد الرجاء، رغم كل المشاكل اللي مسكر علينا يمين شمال فوق تحت، شوين ما كنا قدامنا وورانا، نحن اولاد الرجاء. نحن ناس من امين انه ربنا ما ترك هالبلد ولا مره عبر التاريخ وما راح يتركه، ونحن طالما نحن وانتم سوا مع بعضنا ان الله راد قادرين انه نتخطى هالمشاكل كلها اللي عم نوقع فيها، وان شاء الله ان الله على كل شيء قدير ونحن وانتم قادرين ان الله راد انه نصير لمحلات افضل. عندي نقطتين ثلاثه حابه اني احكي انا وياكم اليوم فيها بما يخص الوضع التربوي والتعليمي بلبنان. نحن صار لنا شهرين ما في مدرسه. خلال كل شهر اذار وكل شهر نيسان كانوا الاولاد بالبيت، بس حضرتكم بتعرفوا انه الوضع كان بكل المدارس على نفس المستوى، كلنا مثل بعضنا. هلا شو اللي صار؟ اللي صار هو انه صار في نقله نوعيه جديده، هي انه بطريقه ما بعرف كيف، على الطريقه اللبنانيه الخلاقه اللي دائما عن جد بتلاقي خير مطرح ما في مشكل كثير كبير، قدرنا خلقنا بلاتفورم جديده لنعلم تلاميذنا عن بعد، هن وقاعدين بالبيت عم نقدر نكمل لهم برامجهم. هلا بلبنان ناس احسن من ناس، في ناس قدروا قلعوا على صعيد وزاره التربيه، عملت تلفزيون لانه بالمدارس الرسميه شوي صعبه، شوي كثير صعبه انهم يقدروا يشتغلوا اونلاين. عملوا التلفزيون كتر خيرهم، اشتغلوا عم بيعملوا اللي بيقدروا عليه، واساتذتنا اشتركوا معهم حتى يساعدون شوي صغيره. نحن على صعيد، انا بهمني صعيد مدارسنا الخاصه بشكل اخص الكاثوليكيه، وبشكل اخص اكثر مدرستنا نحن هون. عمليا في نقطتين بدي وقف انا وياهم عندكم. اول شيء قصه الشهادات الرسميه، ثاني شيء قصه الصفوف كلها التلاميذ وين صرنا وشو رح نعمل. بهالفيديو اللي حبينا انه نطلع عليكم فيه رح يكون لكل سيكل، البريسكولير لواحد، بريمير ان لواحد، بريمير دو لواحد، كومبليمونتير لواحد، وسكوندير لواحد، كل مسؤولة مرحلة رح تطلع عليكم وتقلكم نحن وين صرنا ببرامجنا. بس بشكل كتير عام قلت لكم عندي نقطتين. النقطة الأولى تقلكن انه نحن كمدرسة الرهبات الانطونيات برومية نشكر الله، وانتو بتعرفوا انه من ثلاث سنين بلشت قلكن دايما بالاجتماعات انه نحن ناس عم نحضر حتى تصير انه قادرين انه نشتغل مع التلاميذ سلون لنوفيل تكنولوجي. كلكم بتعرفوا، يمكن قسم منكم ما كان عم بيعرف عن شو عم نحكي، بس نحن كنا عم نشتغل من ثلاث سنين عم نعمل فورماسيون لكل الاساتذة، كل الاساتذة خضعت لتنشئة عامة تيقدروا يعرفوا. من ثلاث سنين كان بعد ما في عنا شيء، كيف بيقدروا يشتغلوا سلون لنوفيل تكنولوجي عن بعد. الأساتذة كمان كانوا بالأول مش عم بيعرفوا ليه، وأنا أقول ما بعرف، يعني حاسة إنه هيك لازم نشتغل وهيدي هي الطرق الجديدة وهيدي هي المستقبل، وهيك صار. الأساتذة كلهم كلهم كلهم
عملنا لهم تنشئة. اثنين، لاحظتوا بأول السنة إنه عملنا نحن وياكم إيميل لكل التلاميذ كلهم، وأنتوا عملتوا عليهم قلتوا إنه أوكي وافقتوا على هيدي الإيميلات، وهيك صار فينا نعمل حتى قبل ما كنا عارفين إنه رح يكون في تعطيل، صرنا قادرين إنه نتواصل نحن والتلاميذ على جوجل كلاس روم تنقدر نشتغل نحن وياهم حتى لو كانوا بالبيت، إن كان دفوارات وإن كان أجندة وإن كان نبعث لهم شرح وإلى آخره. يعني بما يقلكم إنه كانت طريقة، كان الانفراستركتور كانت كلها جاهزة بطريقة إنه أول نهار كان بلشت المدرسة تسكر وما كنا عارفين لوين رايحين، كنا نحن ما عطلنا أبداً 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 أبداً. أول جمعة من التعطيل بلشنا نعطي التلاميذ دفوارات ونعطيهم ديزيكزرسيس داسيميلاسيون للأشياء اللي أخذوها، كنا مفكرين إنه رح نعطل شي جمعة. خلال أول أسبوع كنا عم نعمل مثل كأنه تركيز للأشياء اللي أخذوها التلاميذ بالمدرسة قبل ما عطلنا. ابتداءً من الأسبوع الثاني نحن بالمدرسة ما سكرت المدرسة، كان على طول الاجتماعات مع المديرات دايم بشكل دايم على طول تنشوف كيف فينا نتصرف. وهيك ابتداء من الأسبوع الثاني اللي منكم بيتذكر بلشنا مع الأساتذة يشتغلوا على حالهم ويشتغلوا مع التلاميذ يبعثوا لهم شروحات، أوقات يبعثوا لهم فيديو، أوقات يبعثوا لهم هن يشرحوا بالبيت ويبعثوا لهم، أوقات يبعثوا لهم أشياء مشروحة يلاقوها على الإنترنت. المهم إنه بلشنا نشتغل هيك لحتى ركزت الأمور، وابتداء من ثالث أسبوع صرنا عم نعمل مدرسة عادي كل يوم بيومه، عم ينبعث شروحات بكل المتيار وعم ينبعث دفوارات بكل المتيار كأنه المدرسة ماشية. نحن فينا نقلكم انه نحن صرنا مخلصين هلا، اكيد المسؤولات بيحكوكم مسؤوليات البرامج، فينا نقلكم انه بما يخص صفوف الشهادات توزيع المترمينال البرنامج خلص. نحن مشتغلين البرامج بشكل تقريبا تام، اكيد نحن بحاجه لاسبوعين او ثلاثه بالكثير لحتى نقدر نرجع نعمل لهم شتشده لكل الاشياء، نشوف هن اذا في عندهم شيء بعد مش فهمانينه، نعمل لهم ديزكزرسيس، نشوفون الاساتذه يشوفوا التلاميذ. بس مبدئيا فينا نقول انه نحن برامجنا للتروازيا والترمينال جاهز خالص. بما يخص الصفوف الثانيه بقدر اكد لكم هلا باكدوا لكم اكثر المديرات انه نحن مخلصين اكثر من 75% من البرنامج، أكثر من 75%. هلأ بيسوى تعرفوا أنه في عنا على مجموع 1600 تلميذ بالمدرسة، في عنا حوالي 20 تلميذ بكل المدرسة ما فاتوا أبداً أبداً أبداً، يمكن قاعدين بالجرد بشي محل ما عندهم إنترنت حتى ما قدرنا تواصلنا معهم بالتليفون. بس أكثر من هيك يعني الأغلبية الساحقة عم تشتغل مثل ما لازم، هلأ بفسروا لكم أكثر المديرات. فإذا بما يخص البرامج ما تعتلوا هم، نهار اللي منفوت على المدرسة كل تلميذ في عنا برنامج كامل لإله، منعرف مين اللي عامل دفاراته، مين اللي كان كل يوم عم بفوت على يحضر صفوفه، كله هيدي بالتفصيل موجودة. المديرات عاملين والأساتذة عاملين كارنيه لإلهم أبسانس وبريزانس موجودة من أول نهار كأنه مدرسة عادي. بدي أطلب منكم شغلتين ثلاثة. أولاً بما يخص التربية والتعليم، بعرف أنه قسم كتير 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 كبير منكم عامل ستريس ويمكن لدرجة واصل للانهيار، شهرين مزروب هني والولاد بالبيت، قسم منكم وصلنا أنه أنا تعبان، مش أنا شغلتنا أنه نلاحق تلاميذ الولاد، مش شغلتي أني أنا فسر لهم، مش شغلتي أكيد، ونحن كمان مش شغلتنا أنه نشتغل أونلاين، مش شغلتنا، بس نحن حسينا انه هيدي واجبات لاولادنا. يعني لو ما بلشنا من شهرين كان في عنا شهرين الاولاد ما عملوا فيهم شيء، وهيك عملوا ببلدان اوروبا. نحن في عنا بتعرفوا دو فولونتير فرانسيز هون، ما يعني كثير مشدوهين ومعجبين باي طريقه نحن عم نشتغل والاساتذه عم بيشتغلوا كرمال التلاميذ. هن معلمات جايين من مدارس بيقولوا نهار اللي سكرت المدرسه بقلب باريس سكرت الدروس، يعني ما حدا رجع يبعث لهم، بيبعثوا لهم يمكن شيء اكزرسيس برجوري. نحن مش هيك، فاذا انتم ستريسي ونحن كمان ستريسي والمعلمات كمان ستريسي، كمان عندهم عيالهم وكمان عندهم مشاكلهم وكمان عندهم القلق، بس كمان عندهم حس المسؤولية.
بقى نحن بدنا نطلب منكم على قد ما بتقدروا، نحن ما عم نقول تشرحوا لهم للتلاميذ، نحن عم نعمل واجباتنا والمعلمات كمان، بس بدي اطلب منكم يرضى عليكم الله يخليكم، يعني بدنا نحط ايدنا بايد بعضنا وتشجعوا، بدنا نقوى على مصيبتنا، بدنا نقوى، شو بدنا نعمل؟ ما فيش عندنا غير خيارات، عملوا معروف واكبوهم، بس شوفوهم فاتوا، درسوا، فهموا، ما فهموا، الى اخره. كونوا حدنا كرمال اولادكم مش كرمالنا. هي واحد. اثنين، بدي اطلب منكم انتو تشكروا هالمعلمات والاساتذه اللي عن جد ما قطموا ما وقفوا، عم بيشتغلوا ليل نهار. انا اكيد يعني بقدركم، انتو ابطال. ما في عيال بالعالم كله عم تعمل اللي انتو بتعملوه، بعرف مع كل الستريس اللي انتو عايشينه، بس كمان هالمعلمات والاساتذه هودي هن امات وبيات كمان، ومع هيدا وكله عم بيشتغلوا. نحن بحاجه تقولوا لنا نحن حدكم وشايفين اللي عم تعملوه وبنشكركم. لكل استاذ ولكل معلمه، ويمكن لحد لكل اداري واداريه، يعني انا بدي اشكر مثلا بشكل خاص هلا اكيد مع المديرات المسؤولات عن السيكلات تري جرون ميرسي لكل معلمه كمان، بس كمان فريق الاي تي مثلا بالمدرسه، انه ما هديوا هودي بالليل وبالنهار ناطرينكم بيشوفوا كل استاذ شو بده، وهيدي شغله جديده يعني الدوله بتكع عنا. نحن على بهيك بهالسرعه كلها وبشكل مفاجئ قدرنا عملنا ونجحنا على قد ما بنقدر، اكيد ما وصلنا للكمال بس على قد ما بنقدر نجحنا، نشكر الله وقدرنا وصلنا للتلاميذ. فاذا ساعدونا، كونوا حد تلاميذكم، حد اولادكم، ساعدوهم وشجعوهم وقووهم وانبلا وبدكم تشتغلوا وما بدنا نروح السنه والى اخره. هلا بما يخص انت بدنا نفوت على المدرسه، هيدي شغله ما بتتعلق فينا. منفوت على المدرسة في أكثر من سيناريو عم بيندرس بوزارة التربية أكيد بالتوافق مع المدارس الخاصة، ومعنا نحن من خلال المدارس الكاثوليكية عم نشتغل هيدا الموضوع. شو بتقول وزارة التربية اللي هي كمان معلقة بوزارة الصحة اللي هي كمان معلقة بمنظمة الصحة العالمية، تنشوف شو شروطهم وكيف بأي طريقة، ونحن حاضرين النهار اللي بتفتح المدرسة بيكون كل شيء جاهز، وما عليكم المدرسة معقمة ومرتبة ومنظمة وبتجنن، ونشكر الله وإن شاء الله ما بيصير إلا الخير. فإذا ما تعتلوا هم، وبس يفوتوا التلاميذ رح يكون في أسسمنت لكل حدا منهم وين صار شو بحاجة لحتى نقدر نزبط له وضعه ورح يتزبط. ولكن في بقبي لشغلة بدي أطلب منكم، انه ما بعرف اذا عندكم علاقات مع المعلمات والاساتذه، بيسوى انه تعرفوا، لانه هيدي كمان مسؤوليه وهيدي مجبورين فيها من الناحيه الماليه. نحن عندنا مشاكل كثير كبيره وعندنا مسؤوليات كثير كبيره، يعني مثل ما انه التلاميذ هي اولويه ومثل ما انه وضع الاهالي بدنا ناخذه بعين الاعتبار، بدكم تشوفوا انه عندنا اولويه مطلقه انه نقدر نامن رواتب الاساتذه واجور الموظفين بالمدرسه. نحن الوضع الأرقام بتقول أنه نحن المدرسة وصل لـ 30% من أول قسطين، القسط الأول والثاني المدرسة قابضة منهم 30%، يعني 30% يعني بتأمن شهرين رواتب وأجور. نحن كانوا المحطوطين على جنب، كان تعويضات أساتذة وإن كان مالية وضمان وتعويضات لصندوق التعويضات، هودي دفعناهم لحد شهر شباط بشكل كامل. أدار ونيسان ندفع للأساتذة نص معاش بطريقة أنه المدرسة هلأ ما بقى فيها أبدا، يعني إذا ما فتحت المدرسة، إذا أنتوا ما طليتوا على المدرسة حتى على القليلة، قلت لكم نحن صرنا واصلين لل 75 أو لل 80% من برامجنا، نحن عم نكمل والأساتذة عم بيكملوا. ما فيهم يكملوا اذا ما قبضوا، يعني بدهم هودي كمان تضطرين انه بدهم يجيبوا اكل لاولادهم، بدهم هذه شغله اساسيه ضروريه، يعني ما نحن ما بقى في قابضين 30% من هيدي السنه مع كل المتاخرات تبع السنه الماضيه، وانتم بتعرفوا اكثر من غيركم. بدي اطلب منكم مع كل الوضع الصعب اللي انا بعرفه وانتم بتعرفوه كلنا بالهوا سوا، اللي منكم قادر انه يجي يدفع قصه التلاميذ قصه اولاده ما يتاخر، واللي منه قادر يعطي علامة يقول انه انا يمكن بقدر هالقد، اللي منكم قادر انه بارشاك بانكير لانه هيك ما عم تحصلوا عليهم، نحن ما عندنا مشكلة، انا بهمني انه يوصل على البنك، البنك بحوله للاساتذة، ما بهمنا انه يكون كثير في عندنا كاش، يعني مش هيدا الهم، الهم انه نأمن معيشات الاساتذة، واللي منكم بده يدفع
حابب انه يدفع كاش او بده شيء من الاداره، يمكن ورقه، يمكن اتستاسيون، يمكن ما ادري شو. المدرسه ابتداء من جمعه الجاي ان الله راد، 3، 4، 5 رح تكون الاداره فاتحه بين 9 و12. اداره الماليه بتكون فاتحه بين 9 و12، 3، 4، 5 بالمبنى القديم، يعني بمبنى الدير فوق منكون موجودين. اهلا وسهلا اللي منكم بيطل بيقلنا انه قادر انه يعمل شيء. بما يخص في اهالي بعد طلبوا انه ما اخذوا كل الكتب لانهم كانوا بعيد، او اربعة الجايين الله راد، 3 و4 هيدا الاسبوع من 9 ل12 رح يكون في حدا هون ناطر تيجي حدا تتجوا اذا بدكم تاخذوا كتب الاولاد. بعد اخر شغله بدي اقول لكم اياها، اذا حدا منكم عنده حي الله سؤال باخر هيدا الفيديو رح يكون في لينك، بتكتبوا هيدا السؤال على هيدا الرابط والسؤال بيوصل للمديرة السيك مباشرة أو للإدارة مباشرة. ولا حدا من الأهالي بيشوف سؤال الأهل الثاني، ولا حدا من الأساتذة بيشوف، بس المعنية بهيدا السؤال بيوصل للسؤال. أخوتي وخياتي بترككم هلأ مع المديرات بيخبروكم كل الأشياء. بدي أطلب منكم بهيدا الشهر المبارك أنه نصلي من قلبنا كلنا لمريم العذراء أم لبنان وأم العالم، تفرج على هالدنيا بشفاعتها ربنا يعطينا السلام ويعطينا الفرج ويعطي الازدهار للكل، ونقدر نرجع نلتقي نحن وإياكم بالمدرسة وهالمدرسة ترجع تعج بتلاميذ إن الله راد بأسرع وقت، والله يشفي الجميع ويبعد كل الوباء عن الكل، وربنا يكون معكم. صباح الخير. اليوم أول نهار نحن منجي على المدرسة من بعد شهرين، ما في أوصف لكم قد ايه كانت المدرسة مبينة حزينة. اشتقنا لصوت تلاميذنا، اشتقنا لصوتهم بالصفوف، لضحكاتهم بالملعب، لتراتينهم وصلواتهم البريئة اللي كانت كل يوم الصبح تملي الدنيا تملي الملاعب. منطلب منكم توصلوا لهم انه نحن كتير كتير اشتقنا لهم والرهبات بالمدرسة، وناطرينهم مناطرة تنرجع نفتح ونتلاقى كلنا سوا. بهالأزمة الحالية منعتبر نحن أهم شيء هي المناعة النفسية تبع أولادنا. الولد إذا بدي شبهه، فيه شبهه للنبتة، مثل ما النبتة بحاجة لتنمى وتكبر، بحاجة لمي وهواء وشمس وتراب، إذا شلنا شيء عنصر من هالعناصر ما بتنمى مثل ما لازم. ولنماء الولد ومناعته النفسية كمان هو بحاجة لعدة محاور. أول شيء علينا نقوي الصحة العقلية، كرمال هيك من أول بداية الأزمة نحن بلشنا نشتغل أونلاين، لأن نعتبر أنه الولد لازم يضل مشغل راسه، لازم يضل يدرس يكون بالأجواء تما يبعد كتير. لتقوية كمان الولد لينمى بطريقة سليمة بدنا نقوي له صحته الجسدية، كرمال هيك ضروري يضل يعمل سبور بقلب البيت، يأكل أكل سليم، يحافظ على نظافته وكل الأشياء اللي بتنميه بطريقة سليمة. هلأ بخص كمان ضروري كمان نقوي له الصحة النفسية تبعه، كرمال هيك ضروري يكون في روتين بقلب البيت لأن الولد بحس حاله بأمان. لازم أكيد يكون في وقت محدد يعرف حاله أي ساعة بده يقوم، الساعة 8 مثلا، الساعة 8:30 بيساعد أمه بتحضير الترويقة، لازم يغير البيجاما تبعه، يفرش أسنانه، يشتغل شوية الشغل المعطى من المدرسة، ياخد وقت ربو. هيدا الشيء بس الولد يحس حاله يعرف شو ناطره بحس بأمان وبيرتاح. وفي شغلة مهمة لتقوية الصحة النفسية، في شيء اسمه مرونة. المرونة هي مختلفة بين ولد والتاني، مش كل الأولاد عندهم ذات المرونة. في أولاد قادرين يتأقلموا بسرعة على كل شيء تغيير، حتى نحن الكبار في بتختلف بين شخص للتاني. في بعض الأولاد رح تلاقوهم بهيدي الفترة عم بيسيئوا التصرف، بيتعلقوا بأهلهم أكثر، بيصير عندهم إيبر أكتيفيتي أكثر، تكتر طلباتهم، بيتغير مزاجهم، بيعصبوا بسرعة، ما بيناموا مزبوط. هدول فعليا هالولاد وكل الولاد، مش بس اللي عنده مرونة أفضل من التاني، بحاجة بهالمرحلة نشتغل معهم على التعبير عن المشاعر تبعهم. نطلب منهم يخبرونا هن شو فهمانين حديد هلأ من الأزمة، لأن يمكن يكون عندهم معلومات مغلوطة، وهيدي المعلومات بتسبب لهم مخاوف وبتسبب لهم اشياء حتى مش لهلا، للفتره اللي جايه اللي بعدها، لان المرحله اللي نحن عم نمرق فيها مش بس هيدي مرحله اللي قاعدين فيها الاولاد بالبيت، لان لها تداعيات كمان بدها تكون لبعد ما تخلص ونرجع على المدارس.
في عدة تمارين للتعبير عن المشاعر نزلون المعلمات على البادلت تيساعدوكم كيف الأولاد يشتغلوا فيهم، وحتى أنتوا في بعض الطرق فيكم تتعاملوا مع المشاعر بالبيت، تتحدثوا مع أولادكم كل يوم، أنت كيف حاسس حالك، مبسوط، خايف، زعلان، ليه؟ حتى فينا نشتغل معهم على التنفس، ياخذوا نفس عميق، نعمل شوية تمارين تيعملوا ريلاكساسيون، حتى نحن الكبار بهاي الفترة اللي عم نمرق فيها نحن كمان بحاجة لهالاشياء. فينا نطلب منهم يرسموا، فيهم يكتبوا حتى قصة حول اللي هن عم يمرقوا فيه شو حاسين. لازم نفسر لهم انه هيدا الوضع مؤقت، يعني الولد عم بفكر طيب انا ليه قاعد بعيد عن العالم، ليه انا اشتقت لرفقاتي، التيتا وجده زاربيني، يعني الولد حاسس حاله بحبس، واذا حتى بمحل معين بحس حاله انه هو غلطان بشيء كانه مقاصص. كرمال هيك لازم نتحدث معهم ضروري بالموضوع ونبعدهم قد ما فينا عن شاشات التلفزيون والأخبار والإشياء اللي بترعبهم أكتر، وخاصة بهيدا العمر الأولاد هن عندهم مخاوف، وهالمخاوف كل منا بدها تزيد. ضروري تيضلوا يتواصلوا مع رفقاتهم، لازم نخليهم يشتغلوا يحكوا معهم على واتساب أو يشتغلوا حتى على التليفون يحكوا هن وياهم. بما خص منهج البريمار آن فعليا كان قبل الأزمة كنا عاملين نحن بحدود 65% بين 60 و65% من المنهج، واللي باقي لنا اشتغلنا قسم منه اونلاين، وجربنا بخلال هيدي المرحلة تكون الشغل عن بعد هو مثل شمعة مضوية بالعتمة، بس هيدا الشيء منه بديل عن التعليم بالمدرسة. أول شهر عملنا ريفيزيون لكل الكومبيتانس اللي مرقوا، تاني شهر بلشنا نعمل انيسياسيون لدروس جديدة. بس نرجع على المدرسة فعليا رح يكون في إعادة للشغل اللي انعمل أونلاين بطرق مختلفة، لأن رح يكون عندنا نحن قسمين تلاميذ، قسم كان عم يشتغل وعم بيتابع يوميا أونلاين، وقسم لظروف كتيرة نحن بنفهمها اللي مش قادر يشرش 3G، الأهل بعدهم عم يشتغلوا فعليا وما قعدوا بالبيت، الأهل اللي عندهم ستريس زيادة عن اللزوم اللي كنا عم نحكي فيه على المرونة بعد ما عملوا أدابتاسيون، يعني أكيد مش قادرين يدرسوا أولادهم، وإذا كانوا عم بيدرسوهم بيكونوا عم يأذوهم أكتر إذا عم بيعصبوا عليهم ويضربوهم. وبدي قلكن أنه نحن فعليا العلاقة بالدرس بينها وبينكم بين الأهل مش منافسة، يعني ما الأم تحمل حالها وتقول هي هلأ شو بده يقوله بس ارجع على المدرسة إذا أنا ما اشتغلتها وما عملت لهم هودولة. فعليا نحن هون اللي اعطيناهم أونلاين كنا تنساعدكم تتواكبوا أولادكم، بس إذا هيدا الشيء بده يأثر سلبا على الأولاد الأفضل الولد يعبي وقته أو يجرب هو لوحده يشتغل، قد ما في يشتغل بيكون كتير منيح، وبس يرجع نحن بنرجع منكفي الكونتينيو تبع البروجرام. هلا نحن كيف كنا عم نشتغل؟ كان عم يظهر على الأجندة فعليا شو كل يوم بيومه شو بده يعمل الولد. كنا عم نحط لينك بادلت، البادلت يمكن لقيته شوية صعوبة بالبداية تشتغلوا عليه. مفروض البادلت هي تفتحوا انتو على البادلت.com اذا على الكمبيوتر، او تنزلوا الابليكيشن على الاب ستور على السيلولار، بينطلب منكم تفوتوا الميل تبعكم وتحطوا باسورد تيصير عندكم اكاونت. مجرد ما يصير عندكم اكاونت بصير الموضوع كتير سهل، بس تفتحوا لينك حيالله معلمة، مجرد ما تعملوا له انتو لايك بيضل مسيف عندكم، ساعة البدكم فيكم تفتحوا بتلاقوا الكونتينيو البروغرام الفيديو، مرات المعلمات هن بصوتهم عم بيسجلوا اشياء او حتى دروس باوربوينت عم يشرحوها ويبعتوا لكم اياها تتساعدكم. من بعد ما يكون عندكم انتو بادلت لقلكم فيكن حتى مرات تنزلوا شغل أولادكن ويضل محفوظ عندكن لبعدين، يعني كتير حلو الولد بهيدي الفترة نعبيله وقته مثلا يصور الشغل اللي عم يعمله ونحط له إياه أونلاين، مثلا نحط له إياه على البادلت لأنه بينبسط إنه هيدا الشيء عمله، ممكن المعلمة ساعتها تشوفه بمحل إذا أنا بعته للمعلمة وتنزله على البادلت تبعها يقدروا الأولاد يشوفوا شغل بعضهم. وبدي أشكر كتير المعلمات على الشغل اللي عملوه، لأن فعليا هيدا شغل بده كتير وقت وبده كتير تحضير لينعمل وينحط، وكان كله الهدف إنه بس نعطيكم شوية طرق تساعدكم، لأن الأولاد بفهم كتير بهيدا العمر الصغير بحاجة لأهلهم يكونوا موجودين حدهم، هن مش دغري فيهم يعملوا الأشياء لوحدهم. هلأ ضروري نساعدهم يكون يتكلوا على حالهم، تكون هيدي الفترة نعودهم على الأوتونومية، يعني نطلب منهم يجربوا هن يفتحوا الابليكيشن يشوفوا شو معهم درس، يجربوا يشتغلوا ويرجعوا لنا بس ما يعرفوا، لأن هيدا الشيء بنمي لهم
الاتكال على ذاتهم، وهذا بالنسبة لي أهم من كتير إشياء ممكن تنعطى. كتير مهم كمان بعض النشاطات يمكن يعملوها الأولاد، يقروا، شو في عندي قصص بالبيت يقروها، حتى بالأونلاين فيني لاقي كتب أعملهم داونلود يقروهم لوحدهم، حتى كتب القراءة واللكتير الكتب الإنجليزية، كل شيء يقرأ. هذا الشيء بينمي الخيال تبع الولد والقدرة عنده يكتب قصص كتير يعني، أو يكتب بروستات اللي عم يعملها، عم بعملها أنا وياه بقلب البيت. حتى بطلب منه يزرع اشياء، يعني هلا يزرع حبه عدس، فاصوليا، ويشوف قد ايه عم تنمى وياخذ قياساتها. هو كلهم مهارات ضروريه لعند الولد. نلعب نحن وياه جو دو سوسيتي، نحضره فيديو كولتورال تنمي له الثقافه. نحن عم نعمل اللي علينا، واذا الله راد رح نكمل ورح نلتقي قريبا وان شاء الله خير. بالنسبة للمادتين البيولوجي والماتيماتيك بالبريمير 1 والبريمير 2 بدي احكي عن نقطتين مهمين. اول نقطة هي استراتيجي دو ترافاي ا ديستانس، وتاني نقطة هي البروغرام وين صرنا فيه وقدي بعد عنا كمية لنخلصها. بالنسبة للاستراتيجي دو ترافاي ا ديستانس، انا بتفهم كتير منيح الاهالي، هي مرحلة كتير صعبة، بس قدرنا وبفترة قصيرة انه نجرب نوصل تلاميذ يلي موجودين ببيوتهم، وجربنا نساعدهم تيتفاعلوا معنا ليكتسبوا تيعملوا اكيزيسيون للكونيسانس واكيزيسيون للكومبيتانس. قبل ما بلش بالاستراتيجي بس بدي احكي وضوي على الكومبيتانس. نحن بنشتغل بالبريمير على اساس الكومبيتانس، مش على اساس كميه الشابترات يلي بينشرحوا. الكومبيتانس هي بتكون موجوده دون بليزيور شابتر، يعني انا فيي هيدي الكومبيتانس نفسها اشتغلها اون ميم تان دون بليزيور شابتر، فيني ادمج الشابترات واشتغلهم، لانه هيدي الكومبيتانس بال بريمير 1 والبريمير 2 هي بتتطور مع الولد من سنة لسنة، بس بتكون بلو ديفلوبي وبتكون أوسع. مشان هيك ما عنا خوف أبدا إنه إذا خلص هيدا الشابيتر أو ما خلص هيدا الشابيتر، لأنه نحن عم نشتغل على الكومبيتانس. بالنسبة للاستراتيجية دو ترافاي، بدينا بطريقة الباوربوينت، كنا عم نبعت باوربوينت. بقلب هذا الباوربوينت في طريقة شرح، عم ندمج الكونتوني تبع الكتاب، وعم نشتغل على كونتوني منجيبه من خارج الكتاب، وعم نستعمل بذات الوقت أنيماسيون لهذا الباوربوينت وتيصير في انتر اكسيون. استعملنا الفيديو، الفيديو كان يستعمل يا إما ببداية الحصة، يا إما بوسط الحصة، يا إما بآخر الحصة. الفيديو ببداية الحصة كان هدفه إنه السيتواسيون بروبليم، نطرح السؤال ونطرح الموضوع ونطرح الدرس. بوسط الباوربوينت هو كنا عم نتوقف ونحط فيديو اذا كان في ديز اوبجيكتيف سبيسيفيك بدنا نحكي عنها وبدنا نشتغل تنقدر نسهل الاكيزيسيون تبع الولد، لانه بتكون صعبه. وباخر الحصه اذا استعملنا فيديو بيكون هيدا هدفه كيف نعمل ايفالياسيون فورماتيف. اما بالنسبه للكونتين، كنا بذات الوقت عم نبعث كونتين. الكونتين اكثر شيء عند البريمير 1. الكونتين هي بتشتغل على السينك سانس، يعني الولد بذات الوقت عم بيتفاعل مع الكونتين، بصير هو من دون ما ينتبه بيرددها الفيرباليز، بصير يعمل جيست مع الكونتين، وان ميم تان بيكون عم بيعمل ميموريزاسيون للكونتينو. يعني اعطينا اكزامبل، نعطي اكزامبل التابل دو ملتيبليكاسيون. وبالنسبه للبريمير 2، كنا بالبريمير 1 والبريمير 2 ان ميم تان كنا عم نبعث الباوربوينت اوقات، وبنستخدم صوت المعلمه لانه تيحس هيدا التلميذ قد ايه هو قريب من المعلمه، حتى لو في مسافات بينه وبين المعلمه. صوت المعلمه بيريحه وبيساعده انه يكتسب بشكل اسرع. وانا بشكر المعلمات شكر خاص، وبشكر الاهالي لانه كانوا حد اهل حد اولادهم وقدروا يتابعون مثل ما لازم. وان شاء الله بنخلص من هيدي الفتره الصعبه وبنرجع بنلتقى عن جديد. ميرسي. فتره صعبه كثير عصفت بلبنان وبالعالم كله، كان القطار ماشي رغم كل التعثرات الاقتصاديه والاجتماعيه،
وسنتنا الدراسية كانت بألف خير، وطلت الكورونا، طلت لتصعب الوضع وتحطنا أمام خيار صعب، صعب بس مش مستحيل. رغم كل شيء المعلومة بدها توصل لأولادنا بأفضل نوعية وأحلى صورة. وانطلقت خلية النحل، انطلقت بإدارة سير باسمة اللي كانت مهد الطريق ورسمت لنا بلاتفورم كتير واضح نستند عليه لنصوب دايما رسالتنا التربوية بكل الظروف، وعلى هالأرضية بنينا انطلاقتنا. بدأت ورشة العمل تحت إشراف مديرتين بنوجه لهم كل التحية والامتنان، مدام نوال كوكباني ومدام رانيا صغيب. منتشكركن، منتشكركن لجهودكن اللي ما وقفت لحظة خلال معركة التعلم عن بعد. بهمتكن ولعتوا الهمم وزرعتوا التنافس الإيجابي بهدف تأمين الأفضل لتلاميذنا. منتشكر وجودكن ودعمكن الدايم لإلنا. كيف تم التعلم عن بعد بين البريمير 1 والبريمير 2؟ رح بلش بالبريمير 1. أولادنا صغار ولازم نخلق لهم أطر حلوة وصورة محفزة وقريبة من تطلعاتهم الواعدة. بدأ البحث عن أهم الروابط اللي بتتلائم مع أهدافنا التعلمية اللي كنا نحن أصلاً واضعين أسسها وعليها بنيين. فاخترنا رابط أصحابنا مع نتعلم، امرح وتعلم، سبيس تون، ليرنينج سبورت وغيرهم وغيرهم. ومثل ما منعرف صوت المعلمة بالصف مثل صوت الماما بالبيت، فوضعوا معلماتنا أصواتهم على مواد عدة ليرافقوا أولادنا كما لو كانوا معهم. كل هالأعمال كانت ترسل عبر موقع بادلت يلي كان اللينك ما بين الأهل وموقع الأجندة بمدرستنا. أما بالنسبة للبريمير دو كان العمل أوسع وأشمل لأن أولادنا صاروا أكبر ومسؤولياتنا تجاههم أدق. دروسنا محضرة بس بدنا نقلعها ونفعلها أكتر. بدأنا بوضع باوربوينت أنيمي حولناه لفيديو، وبعد دروس كانت متشعبة عدلت بواسطة الكونفرت ليتقلص الدرس ويوصل لأولادنا بأحلى صوت وصورة. وعلى كل الفيديوهات كان صوت معلماتنا عم بيضوي ببيوتنا دايما. وهون اسمحوا لي أشكر معلماتنا وأساتذتنا بالمرحلتين، إلكن منا كل التحية لكل جهودكن البناءة ولهمتكن القوية وإصراركن المميز لتوصلوا المعلومة واضحة دقيقة مختصرة وصحيحة. بالنسبة للفروض كان يتم إرسالها تباعا عبر الكلاس روم، وكان يتم الاتصال بكل ولد ما التزم بالمطلوب ومواكب رفقاته بالواجبات الموكلة له. وبآخر كل درسين كان في بطاقة تقييم تحدد المسار ومستوى تلقف هالمعلومات المرسلة. بالنهاية البرنامج وين صار؟ استكمل ثلثا البرنامج وبعد عنا الثلث الأخير، سيستكمل إن الله راد خلال شهر أيار على أمل العودة بشهر حزيران. بس هيدا ما بيعني إنه عند العودة ما رح نضوي على كل ما أخذ بالفرصة القصرية. نحنا بطور وضع استراتيجية عمل لنحمي أولادنا من أي تعثر أصابهم خلال التعلم عن بعد. هيدي أبرز النقاط اللي قمنا فيها خلال هالفترة بالمرحلة الابتدائية وبخاصة في اللغة العربية. منطلب من ربنا نرجع وترجع أصوات أولادنا تضوي وتضج بسرحنا، ونلتقى فيكم بألف خير. ولكل الأهالي أكبر شكر لوقوفن حدنا ومعنا بهالمسيرة. وإلى اللقاء.